تركيني شوي لحالي. تمام، بتحبي تفطري شي؟ لا ما بدي. مثل ما بتأمري. ألو، صباح النور زهرة. كيف؟ شو؟ أي قناة؟ ماشي رح أفتحه فورا. شو صاير؟ فيروز خانم بالمشفى عاملة حادث. إن وضع فيروز خانم لا يزال حرجا وخطيرا، وهي الآن في غرفة العمليات. يا حرام. الآن سنقدم الأخبار الاقتصادية. خلصت الأخبار، ما فهمنا شي. يا ربي يا ربي تحميها. زهرة شو قالت لك؟ شو فهمتي؟ ما بعرف، قالت لي بس افتحي التلفزيون، وقالت لي وضعها خطير. حاتصل بنهاد. أمي. ألو نهاد، ابني شو صاير؟ زهرة اتصلت وقالت لي تفرجي على التلفزيون بسرعة. مزبوط اللي سمعته؟ مزبوط. لا لا لا، رح اجي فورا. انتو باي مشفى هلا؟ لا نحن بالبيت. كيف بيسان؟ دير بالك عليها منيح. لا تخافي ماما، انا جنبها. طيب حبيبي، انا جاي فورا لعندك. يلا بسرعه، تاخرتي علي. حرام عليك حلمي، والله هالشي عيب. أبوك سمع بالخبر؟ أكيد بيكون فرحان هلأ. لا والله، يمكن زعلان، مو هيك؟ عم بفكر شلون بده يرجع المصاري إذا صار شي لماما لا سمح الله. بيسان، مو وقت هالكلام هلأ. أنتوا لسه ما بتعرفوها لماما، ما بتعرفوها منيح. ماما كانت عم تنتقم من أبوك، وإذا فعلاً هي بتكون انتحرت، صدقني إنه ساوت هيك منشان تنتقم، من شان أبوك يعذبه ضميره، وهي انتحرت بسبب أبوك وبسببي وبسبب زواجنا. حبيبتي طولي بالك، لا تقولي هيك. نحن تجوزنا لأنه نحن منحب بعض. الله يخليكي لا تحكي هيك. إذا بتشوفك أمك هيك رح تزعل كتير. خليكي قوية، فيروز خانم ما رح تستسلم بسهولة. إن شاء الله بكرة بتقوم وما فيها شي. قلت لها لماما بكرة هيك.
وهي آخر كلمة سمعتها مني. شوفي أكتر وحدة عم تقول لأمها بكرهك، بدك أكتر من هيك؟ أنت مالك علاقة، يعني مين كان بيعرف إنه هيك رح يصير؟ دائماً بنحكي شغلات بدون ما نفكر فيها. الكلام مثل الزمن، ما فيك ترجعه لورا. ما بعرف ليش الإنسان دائماً بيتأخر بالندم. وإذا أنت رح تضلي هيك ما رح تستفيدي شيء. لازم تكوني قوية أكتر من أي وقت مضى مشان تقدري توقفي جنب أمك، لأنه هي هلأ بحاجة إليك كتير. أنا عم أتعذب أكتر لأني عم فكر بالمستقبل. يمكن تستغرب هالشي بس أنا زعلانة على حالي، وبقول بلكي صار لهالشي لماما وضليت أنضم طول حياتي. Mm-hmm.